كوكو، السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني سيغ ما شان فيتنس سانتي بور توس اللي سميتها رياضة وعيادة أسي باش نسهل على الناس يديروا الأبحاث بالعربية. ألوغ اليوم جيت لكم بواحد الموضوع اللي غيعجبكم، دونك جلسوا جيسكا لا فان ديال لا فيديو غادي يعجبكم. البنات وصوني عليه صافي لونطون. هاد الموضوع بيان سيغ هو الشحمة ديال الكرش، غنشرح لكم كيفاش كتجي هذيك الشحمه ديال الكرش وكيفاش هذيك الكريشه كتبقى غليظه واخا نديروا الريجيم واخا كلشي، وسيرتو كيفاش تحيدوها. راكم منين كتجي هذه الشحمه اللي كاينه في الكرش؟ بزاف منكم غادي يجاوبوني وغادي يقولوا لي بيان سيغ من الماكله ديال الليدان، من الطواجن، من كسكسو، من اللحم، من لا شاركيتوري. لا، دونك هذه الشحمه كلنا غالطين، لا ماجوريتي غالطين. الشحمه ديال الكرش ما كتجيش من الليدان، الشحمه ديال الكرش كتجي من الماكله ديال السكر. اجي نشرح لكم كيفاش كتجي هاد الشحمه ديال الكرش. دونك الا كانت عندكم الشحمه كتراكم في شي بلاصه بحال في الكريشه ولا في لا بواترين سيرتو عند الرجاله، ولا في اليدين هنايا في لي تريسبس عند العيالات وعند الرجاله، دونك راه ماشي الرياضه بوحديتها، ما تعولوش على الرياضه بوحديتها باش تحيدوا هاد الشحمه. كاينين دوطغ زيليمون اللي خصكم ديروهم، دونك اجيو معايا غادي نوريكم كيفاش تحيدوا هاد الشحمه. قبل ما نبداو دونك كاين واحد جوج انواع ديال الشحمه، كاينه الشحمه لي سوكيطاني اللي تحت الجلده، وكاينه الشحمه اللي كتكون في لي فيسيغ في المصارن الداخل. دونك وهاد الشحمه هي اللي غنهضر لكم عليها اليوم. وبزاف منكم مالوغوزمون كيديروا الريجيم، كيديروا كيتبعوا دي ريجيم، كيديروا مثلا كيديبوا كيطيبوا الخضره في لافابور، كياكلوا موان دو كالوري، كيبقاو يحسبوا في لي كالوري، كيديروا ياغورت 0%، كيديروا لو ري وكياكلوش معاه لو غرا، كيديروا بزاف ديال الاحتياطات. ورغم ذلك مالوغوزمون كتبقى هاد الكريشه. الوغ منين جايه هاد الكريشه؟ هاد الكريشه جايه كما قلت لكم من السكر، وهذا الشيء بيان سيغ من الميتابوليزم ديالنا. اشنا هو الميتابوليزم؟ الوغ الميتابوليزم هو القدره ديال الجسم ديالنا على حرق، على استعمال الطاقه. دونك القدره ديال الجسم ديالنا دونك على استعمال الطاقه، حنا مختلفين ما عندناش نفس الميتابوليزم. الناس الرياضيين والناس اللي عندهم كابيتال ميسكولير كثير كيحرقوا السكر وكيحرقوا الطاقه بسرعه واخا يكونوا غير جالسين، دونك ما عندناش لو ميم ميتابوليزم. وكاينين الناس اللي كياكلوا نفس لا كونتيتي، وكاينين مثلا واحد ما كيديرش الرياضه كياكل نفس لا كونتيتي كي واحد اللي كيدير الرياضه، وهذاك اللي كيدير الرياضه كيحرق اكثر من هذاك اللي ما كيتحركش. دونك لا سيدونتاريتي كتخلينا يكون عندنا ميتابوليزم دو باز تري 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 با، اللي كليناها كتستوكا. فوالا، دونك غادي نرجعوا للميتابوليزم. دونك اليوم غادي ناخذوا بالضبط الميتابوليزم ديال السكر، دونك الكاباسيتي ديالنا، القدره ديالنا على حريق السكر. دونك فاش ناكلوا السكر؟ دونك بيان سير كنعني كندير السكر كنعني جميع السكريات، كنعني السكر السريع والسكر المركب، فاش كنعني لي بات، الخبز، كنعني لو ري، كنعني لي بواسون، كنعني لي غاطو، كلشي. دونك هاد السكر بيان سيغ اللي غادي نوري لكم كيفاش كيتستوكا وكيرجع كيولي هو الشحمه اللي كاينه في الكرش. وهذا الشيء بيان سيغ كله كيلعب على هرمون الانسولين. الوغ كيفاش كيخدم الانسولين في الجسم؟ غادي نوريكم الانسولين في الجسم كيخدم في صنص واحد. فاش كناكلو هاد السكر مالوغوزمون، فاش كناكلوه هاد السكر كيتستوكا، الانسولين كتاخدو. الا ما تحركناش، الا كنا كنديرو الحركه كينقص السكر، الا ما كناش كنديرو الحركه كيبقى هذاك السكر وكيتخزن الانسولين، كيحولو للشحمه وكيخزنو في لوكور ديالنا، كيولي عندنا في لي فيسيغ ديالنا وباش تولي الكريشه. دونك قد ما تناكلو قد ما كنفرزو الانسولين. دونك الا كنا كناكلو مثلا 6 المرات في النهار، دونك كنفيقو كناكلو في الصباح، كناكلو لا كولاسيون مع العشرة، كناكلو في 12، كناكلو البوتي، كناكلو مع المغرب، وكنتعشاو وكننعسو. دونك الانسولين اشاك فوا كناكلو كيطلع، اشاك فوا كناكلو كيطلع، اشاك فوا كناكلو كيطلع. ومالوغوزمون الجسم ديالنا فاش كيطلع الانسولين في الدم، كي الجسم ديالنا كي يولي في مود ستوكاج، كيولي ستوكي لي غريس. باغ كونطخ الا ما كليناش، كلينا جوج المرات في النهار، الا سطينا شي نهار الفطور وما كلينا حتى الغدا، ولا لا سطينا الغدا وما كلينا حتى العشيه وكلينا جوج المرات في النهار، دونك غادي نتواجدوا كنفرزوا الانسولين جوج المرات في النهار. والا فرزنا الانسولين جوج المرات في النهار بيان سيغ لو كور كيدوز المود دي ستوكاج، دونك لو كور كيبدا يحرق في السكريات فاش ما تيفرش الانسولين.
دونك من هذا الشيء كامل عندكم جوج الاختيارات، يا اما تاكلوا فريكامون بليزيور فوا في النهار غادي تفرزوا الانسولين بزاف ولو كور ديالكم غادي يستوكي لي غراس وكيسقى كيسقى من حرق الطاقه، ولا تاكلوا ولكن تاسباسيو لي غوبا ديالكم، ولا اسباسيتو لي غوبا ديالكم الجسم كيدوز للديستوكاج ما كيبقاش يستوكي لي غراس. فوالا دونك النصيحه اللي نعطيكم هو تاسباسيو لي غوبا ديالكم، تحاولوا تاسباسيو 4 د السوايع 5 د السوايع 6 د السوايع وتيفيتيو داك الكرونيوطاج. حنايا كلنا طونطي باش ناكلو، واخا تاكلو غير كاطو صغيور ولا تشربو غير كاس ديال المونادا، حاولوا تاسباسيو. الا كليتو بعض المرات كنقولوا غادي ناكل غير كاطو صغيور، ماشي هو اللي غيغلطني، ماشي هو اللي غيدير ليا الكرش، ولا غادي ناكل واحد ان كاطو، ولا غنشرب واحد كاس المونادا. نو، حاولوا تاسباسيو لي غوبا ديالكم باش لو كور ديالكم فعوض ما يستوكي لي غراس غادي بويزي في لي ريزيرف ديالو وغادي ديستوكي وغادي بغولي لي غراس. وهنا فين كتكون لامبورطونس ديال لو جون انترميتون. دونك غادي نهضر لكم بيانتو ان شاء الله على جون انترميتون وغنوري لكم الفوائد ديالو. دونك نلخص لكم بصفه عامه باش ما نطولش عليكم في الفيديو، ما بغيتش نتعمق في الابحاث لان هادشي اللي كنقول لكم راه بازي على ابحاث دارت على لا سكريسيون ديال الانسولين. الانسولين هو الهرمون المسؤول عن الشحمه. دونك فوالا، قد ما فرزتوا الانسولين قليل قد ما غادي تحرقوا لي غراس. اتونسيون، الناس الرياضيين اللي كيديروا الرياضه لو سبور انتونس، هذوك الناس خاصهم ابري شاك سيونس دو سبور خاصهم ياكلوا سكر فوالا باش يعمروا دوك لي ريزيرف اللي مشاو مع الرياضه. دونك الناس اللي كيديروا الرياضه نو سون با كونسيرني بهاد لا فيديو اللي درت اليوم. دونك فوالا، دونك حاولوا تجربوا هادشي اللي قلت لكم، حاولوا تاسباسيو لي غوبا. الناس اللي عندهم الكريشه، الناس اللي بغى يحيدوا ديك الكريشه حاولوا تجربوا، وجون سوي سيغ غادي يكونوا لي ريزلتا. وكتبوا ليا وقولوا ليا، نتسنى الاخبار ديالكم ونتسنى لي ريزلتا ديالكم. دونك قد ما اسباسيتيو لي غوبا ديالكم قد ما غادي تكون عندكم نتائج وغادي تلاحظوها. دونك كما شفتوا لا غراس اللحم الطواجن ماشي هما اللي مسؤولين على الكرش، راه السكر اللي مسؤول على الكرش، راه السكر اللي كيدير لنا ديك الكريشه، السكر اللي كيكون لينا الخزان ديال الكوليسترول. دونك هاد النصيحه ديالت اليوم راها بريسيوز، وحاولوا تقاسموها مع الناس اللي عزازين عليكم سيغتو الا بغيتوهم يضعفوا، بغيتوهم يحيدوا الكرش بيان سيغ. دونك فوالا، نقول لكم على سيمين بروشان ان شاء الله. تشاو.